مستشفيات تحولت إلى مقابر، مصابون بالسرطان ينتظرون الموت بمنازلهم، صور تتقطع لها الأفئدة رغم علمهم أن الخبيث لا يرحم إلا أن مواعيد علاجه تطول في الغالب. واقع أسود، مرضى يموتون في صمت وألام حادة تزيد من معاناتهم. قالوا لي عندك تيومور في الوالدة، نحلوني عاودوا غلقوني، ومن بعد خرجوا لي مصارني كاع 3 شهور في السبيطار حتى السي بي ام سي، ومن بعد عاودت وليت باش ندخل ما دخلونيش، قالوا لي لازم باتنا رحت 8 فوا، كنقول لك ميتة مكسلة مغسلة، يستناوني نخرج نروح برك ما كاش. بعد لا ديرنيير فوا كي رحت ليهم قالوا لي البلوك ما كاش مكسر حابس، ومن بعد الترتق شتي داك تاع الصفر ديال المعجون شغل هكذاك قريب 5 كيلو سال. تمن شهر وانا كيما شتيني، وليدي يعصر لي، وليدي ينقيني، ولادي يبكوا داري جنازه. مرض يفتك بضحيته بسرعه، وضع لم يأبه له القائمون على المستشفيات، مرضى ينتظرون مواعيد العلاج بالكيماوي والاشعه بالشهور. رئيسه جمعيه نور الضحى الوطنيه تكشف عن حالات الوفيات قبل بلوغ المواعيد وحتى عن سوء الاستقبال والتكفل. يجوا من الجنوب، وين يرقدوا؟ يرقدوا لبرا في السي بي ام سي، يجوا في الكار 48 ساعه باش يلحقوا في العاصمه. سي باسكو لي رونديفو اي سون لوان بزاف. لا راديو ثيرابي با سي دي موا اي دي موا. با وي كاين معرفه حتى في الجبانه. اي لا في لانفورم ما لحقش الرونديفو مات. نساء لا يتقبلن فقدان علامات الأنوثة. تقربنا من امرأة فقدت بفعل العلاج الكيماوي شعرها، كانت الصدمة خاصة وأن التساقط تزامن مع ذهابها لزفاف أقاربها. بكت بحرقة على حالها بعد أن كانت تتمتع بشعر طويل. كان عندنا عرس، دخلت كنت مقبل شعري دايره لي ماشي، بدخلت ندوج أنا، درت الشامبوان درت هكذايا، شتي بيريكا جبتو كي بيريكا سكان الجزائر العميقة معاناة ما بعدها معاناة مع هذا الوضع. خديجة من الولاية المنتدبة المنيعة، شاءت الأقدار أن تفقد فيل ذات كبدها وتصاب بنفس المرض وابنتها في ظل غياب المستشفيات والإمكانيات. عندها حبة في المخ، بدايت لها لاشيميو مولات 7 شهور، نهاري دارت عامين و 4 شهور توفت، وانا اكتشفتها في 6 شهور. كي اكتشفتها ما كاش تشوف، ما عندناش سبيسياليتي حنايتيه، لازم نطلعوا الغردايا ولا نطلعوا الورقله ولا يجيو الالجي. وصرتو في الحاجه في الاولاد الصغار حنا ما كانش، ماذا بينا يشوفوا لنا حل، واللي ما عندوش واش يقدر يتنقل وين يسكن. من 2014 هي توفات بنتي، ذاك راني انا مع المشكل تاعي، انا ذاك انا عندي الكواتر وعندي الحمام مع المسال تاعي، راني نتبع معاها سيتها، وما كانش كيما يقولوا ما يحس بالجمره غير الكواتر. إلى متى تستمر مأساة ومعاناة مرضى السرطان في الجزائر؟ وأين هو مخطط مكافحة السرطان 2015-2019؟ تساؤلات كثيرة، لعل أهمها أين ذهبت ملايير الدينارات التي رصدها الرئيس لتجسيد المخطط الوطني لمكافحة السرطان؟